إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعدكم مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة أعدها ويقدمها الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية وهذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث نقدم لكم هذه الأمسية الدينية من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة دقهلية. إخوة الإيمان، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له أوصني. فقال له عبد الله بن عباس: أوصيك بستة أشياء، أولها يقين القلب بالأشياء التي تكفل الله لك بها، والثاني بأداء الفرائض لوقتها، والثالث بلسان رطب في ذكر الله تعالى، والرابع لا توافق الشيطان فإنه حاسد للخلق، والخامس لا تعمر الدنيا فإنها تخرب آخرتك، والسادس أن تكون ناصحا للمسلمين دائما. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية دائما نستهل بها لقاءنا وأمسيتنا القرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا Thank you.
وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه رحاب الطاهرة، رحاب مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة دقهلية. إخوة الإيمان، روي أن عطاء بن رباح قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال ابن عباس: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله، شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعيش مع العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاءه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال
قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي: يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة: محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعنب. أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاهما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أجمل أن تجتمع في بيت الله ثم يقرأ القارئ لنا من كلام ربنا: وسيق الذين اتقوا. كأنه ليس في الحياة من يمشي على هواه، وإنما الذي يسوق المتقين إلى الخير هو الله. فمن لم تحركه القدرة سكن، ومن لم تحركه الإرادة أقام، ومن لم يكن له من الله داعي فلن يترك المكان. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فزمرة أحب الصلاة فساروا مع أهل الصلاة، وزمرة أحب الزكاة فكانوا في أهل الزكاة، وزمرة أحب الخير فكانوا في أهل الخير. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أحب الذكر كان الذكر له إمام، ومن أحب القرآن كان القرآن له إمام، ومن أحب الصلاة كانت الصلاة له إمام، ومن أحب نبيا كان النبي له إمام، ومن أحب الله رفع الله له المقام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإذا خفي عليهم الطريق جاء الدليل فأخذهم في متاهات الطريق، فوصلوا بالدليل إلى الله الجليل، فساروا خلف دليل من تقى، فوصلوا إلى غاية المرتقى. فلما وصلوا إلى هناك وجدوا الحبيب هناك، فدخلوا بالحبيب إلى رضوان السميع القريب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت، والله قال: مفتحة لهم الأبواب، كل باب له اسم، وكل باب له وصف، وكل باب له عمل، وكل باب له أهل. ويبقى باب رحمة الله بالنبي يسع كل من سار خلف النبي، وإن قصرت الأعمال شفع حضرة النبي. باب الحب يدخل منه الجميع، المحب مع المحبوب في باب الحب. سألت أحد الشيوخ يوما في مسألة عن واحد من أحبابنا، فقال لي: فلان هذا محبوب،
فذكر لنا مقام المحب والمحبوب، وفي هذا رواية إن صحت الرواية، المحب والمحبوب. قالوا إن عبد الله الولي، وعند بعض العلماء النبي الخضر عليه السلام، فهو بين الولاية والنبوة، لم يقطعوا فيه بولاية، لأنه لا ولاية إلا تحت عباءة نبي، ولم يقطعوا له بالنبوة، لأنه لا بد بالنبوة من نص من العلي. فبقي الأمر حائرا، فبقينا متحيرين، فإن ذكر ولي ففي الجنة، وإن ذكر نبي ففي الجنة، وإن رفعوا مقام الأنبياء علموا، وإن رفعوا مقام الأولياء فكان لموسى معلم. أخذ الحظ من الجميع، قالوا إن عبد الله الخضر سأل الله تبارك وتعالى أن يريه المحبين، فأراه من المحبين عالما تقيا، فحضر الخضر مجلس علمه، فوجد الشيخ يشرح ورجل في آخر المسجد مشغول، قد يكون يسبح، قد يكون يذكر، قد يكون شغله هم، فذهب إليه وقال: يا هذا، إن هذا العالم ولي، وإنه ممن يحب الله. قال: دعني وما أنا فيه. قال: أتأبى مجلس العلم؟ قال: دعني وما أنا فيه. قال: أحضر مجلس العلم. قال: لئن لم تتركني لأصرخن على الناس فأقول هذا الخاطر. فتعجب، قال: لم أجد اسمك في ديوان المحبين. فنام مشغولا وقال: يا رب، سألتك أن تعرفني بالمحبين ولم تعرفني بهذا. قال: يا عبدي، سألتني أن تعرف المحبين ولم تسألني أن تعرف المحبوبين، وهذا من المحبوبين. فكنت أسأل سيدنا الشيخ، أقول له: سيدنا فلان عنده مشكلة فادعو الله له. قال: فلان هذا من المحبوبين. قلت له: يا أخي، قل من المحبين. قال: من المحبوبين. قلت له: وما الفرق بين المحب والمحبوب؟ قال: المحب يبكي ويتذلل، والمحبوب يطلب ويتذلل. المحبوب ينقلب بصره في بصيرته فيرى من ليس كمثله شيء، والمحب: أرني أنظر إليك لن تراني ولكن انظر إلى الجنة. المحب يقول: رب اشرح لي صدري، والمحبوب يقال له: ألم نشرح لك صدرك. المحب يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، والمحبوب يقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. المحب يقال له: في الأرض اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، والمحبوب يسجد بنعليه على أديم السماء. ولله مع المحبين أحوال، فلا تلم محبا إذا أقام في حال، فسبحان من يغير الأحوال. فيكون يوما متعلما، ويوما معلما، ويوما مريضا، ويوما طبيبا، ويوما معطيا، ويوما سائلا، يقلبه ربك في المقامات ليؤدب المحبين على كل المقامات، فيطلب المريدين إلى أعلى المقامات، فإذا وصلوا إلى المقام العلي وجدوا هناك حضرة النبي. كل عام أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على خير، وجد الله خيرا من كان سببا في جمعنا هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء وزارة الأوقاف، ونحن معكم نقدم لكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان،
عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بشيء أمر الله به نوح عليه السلام وأمر نوح به ولده؟ فقال: يا بني آمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين. آمرك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن السماء والأرض لو جعلتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لوزنتها. وآمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الملائكة ودعاء الخلق وبها يرزق الخلق. وأنهاك أن تشرك بالله شيئا، فإن من أشرك بالله شيئا فقد حرم عليه الجنة. وأنهاك عن الكبر، فإنه لا أحد يدخل الجنة وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله أول من تشق الأرض عنه، هو أول من تشق الأرض عنه ويحشر بالمواكب والبهائم سيدنا النبي. أول من تشق الأرض عنه ويحشر بالمواكب والبهائم وكل الأنبياء. تقول نفسي كل الأنبياء، تقول نفسي وأحمدنا ينادي من ورائي، وكل الأنبياء. تقول نفسي وأحمدنا ينادي من ورائي ينادي. ربي لا أرجوك أمي، ربي لا أرجوك أمي، ولكن أمتي أقصى منائي. أناديه فسل تعطى ابتهاجا لأجلك رحمتي يا مصطفى. يا سيدنا النبي أسائل الكون، من بالنور جلاه، ومن بقرآنه يا أجابني الكون هذا
قبل بدء الخلق سماه، وما رأيت وليدا قبله احتفلت به السماء. واسمه يشفي مواجعنا. سيدنا النبي واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي، نصل معكم إخوة الإيمان إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة دقهلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسنات كل من شارك فيه واستمع إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختنا في رحاب الإيمان في ختام هذه الأمسية لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.